مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا متابعي قناه الحوار وين ما كنتوا. كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك. موعدنا بتجدد اليوم مع سؤال جديد ورابح جديد بالجوائز القيمه المقدمه من سلسله مطاعم ابو زاد. خليكم معي لنتعرف على الرابح لليوم. سؤال حلقتنا لليوم: شيء لك ويستخدمه الناس من دون إذنك، فما هو هذا الشيء؟ خليكم معي لنتعرف على الشخص الممكن يجاوبنا على السؤال. السلام عليكم، مرحبا، كل عام بخير، رمضان مبارك، كيف الحال؟ ينعاد عليكم يا ربي بالصحة والعافية. حابين نتعرف على هالعائلة الجميلة. اسم حضرتك؟ بشار. بشار من فلسطين. سهلا، اسم حضرتك؟ انا سليم. زوجاتكم المدامات طبعا. اسم حضرتك؟ شادي زيتون من فلسطين. من فلسطين، سهلا، كل من فلسطين. من اي مدينه؟ من الخليل. الخليل. وشادي؟ انا من نفس مدينه الخليل كمان، بس اخونا سليم سوري. انا من اصل سوري، اصل سوري، من شام. من اي مدينه؟ من دمشق. اهلا وسهلا. اختنا اسيل عراقيه، اختنا اسيل عراقيه، وزوجتي فلسطينيه كمان. اهلا فيكم جميعا، يعني جمعت الدول العربيه احنا قاعدين اليوم. طبخ بالضبط. طمنا، كيف رمضان معك في لندن؟ الحمد لله تمام، يعني بخير، مش صعب. يعني انه مش صعب؟ لا مش صعب والله، ابدا، خفيف ظريف، اموره ماشيه 100 100. ترى تحت السيطره، تحت السيطره. خلينا نشوف صاحبك شو رايه عاد في رمضان. انا بقول بالعكس، صعب هذا البلد صراحه، يعني نصوم ساعات طويله. المدام كيف رمضان معك؟ الحمد لله منيح، ماشي الحال، الحمد لله. بقلبك الزلمه؟ لا الحمد لله، رمضان غير رمضان. شادي، شو الاكل اللي بتحبه في رمضان بصراحه؟ والله انا مش من محبين الاكل كثير. الاكل يعني نقضيها صيام، مش فاهم. انا لا، اكلي خفيف برمضان بكل صدع، يعني فما عندي مشكله اني بس على الشوربه وشويه سلطه، فما عندي اي وجبه مفضله برمضان. طيب انت حكيت وانا ممكن اني اقتنع فيه، بس لازم اتاكد من هالمعلومه من المدام. مزبوط مزبوط المعلومه. كويس. ما بعد بالاكل انا. زوج مطيع. طيب شو اكلته المفضله؟ مقلوبه عشان تراثنا، تراث الفلسطيني، هي فعلا اكلتي المفضله. اكلتك انت المفضله؟ انت حاسك كبسه، شو رايك؟ والله قريبه شوي. المنسف. المنسف الفلسطيني او الاردني يعني. طب هو يعني ما بتاكل في رمضان بصراحه، بيعطش. والله هو صراحه بيعطش، بس هو هيك له نكهه وجو مع الجمعه مع الناس. طب اكلت في رمضان؟ ايه مره واحده. كيف كان وضعك ثاني يوم؟ تعيس. طيب سوريا، شو الاكله اللي انت بتحبها في رمضان، تحب تاكلها، لازم تكون موجوده في؟ والله مثل ما قال الاخ، يعني مقلوبه اطيب شيء صراحه، مقلوبه خفيفه لطيفه تحسها، صح؟ مره واحده بتنهضوا على السريع. صحيح. طيب بالحلو عندكم كيف؟ بشو؟ بالحلو. محلبيه. محلبيه وشوية بقلاوه وكذا. ايه. طيب كيف تعرفتوا على بعض؟ انا وسليم اصدقاء من الكوليج من 18 سنه. عمر يعني. Yeah. من okay. ايام الاي ليفلز. ف 18 سنه اصدقاء يعني. وشادي كذلك الامان. يا فكنا طب. على نفس يعني تقريبا نفس الكوليج، وبقينا اصدقاء يعني. المسافات بعدت، بس جينا واجتمعنا بلندن. طيب بنرجع لشادي، هيك سؤال، تغيروا الشباب عن اول؟ من ناحيه شو يعني؟ عشان زي ما زي ما زي ما هم ايام الكوليج، زي ما عرفتهم الحمد لله اصدقاء، يعني صار لنا 17 و18 سنه. الحمد لله نفس الشيء، ما تغيرنا، اذا تغيرنا تغيرنا مع بعض للاحسن الحمد لله، يعني علاقه متينه واخوان يعني، مش اصدقاء الحمد لله. شو اسمك انت؟ هاي تيا الاموره. شو اسمك؟ شو اسمك؟ ما بدها ما بدها. شايفه خلص بدي اسالهم عشان اروح، شكلك زعلتي. طيب مش لازم اطول عليكم عشان تكملوا هالجلسه الجميله مع بعض. سؤالنا لليوم بسيط، تعاونوا في كلكم، عراق على سوريا على كل على فلسطين. سؤالنا بيقول: شيء لك ويستخدمه الناس من دون إذنك،
فما هو هذا الشيء؟ أنا أعرف اسمك. ليش حكيت الاسم يعني؟ لأنه شيء إلك بس الناس بتستخدمه إمتى ما بدها، صحيح؟ بصراحة مش مقنع 100%. شيء صراحة والله بدي تفكير شوية. طيب ممكن شيء إلك بيستخدموا الناس بيستخدموه من دون إذنك. شادي حكى الاسم، اسمه يعني اسمك. طب أنا بقول ممكن الجرس، شيء لك على بابك والناس بتستخدمه، صح ولا لا؟ صحيح. لا صحيح، عم تحكي صحيح. في عدة أشياء، أنا 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 راح اتجاه للاسم أكثر بصراحة. أنت مقتنع بالاسم؟ هيك بتقديري يعني بصراحة. المدام مع جوز الاسم كمان يا الاسم برضه مع الاسم أكثر يعني ما عندنا جواب ثاني يعني. يعني هو جواب يعني في أكثر من شغلة ممكن. أنا حكيت الجرس ممكن يعني مش مقنع؟ الجرس مقنع بس إشي مش ملكك يعني مش إلك يعني مش خاص فيك، أنت بتحكي إشي إلك ملكك يعني. ممكن الجرس اللي بده يشيك على البيت بس اسمك حامله معاك وين ما تروح. طيب شو أفطرت اليوم؟ أنا أفطرت اليوم مندي. مندي؟ نعم. مندي شكله جاب نتيجته وخلاك تجاوب سريع يا ألف ألف مبروك. فعلاً الشيء اللي إلك والخاص لإلك يعني ويستخدمه الناس من دون إذنك اللي هو الاسم، وربحت جائزة السؤال وهي عبارة عن كبون إفطار لشخصين في سلسلة مطاعم أبو زاد، تختاروا الفرع اللي بتحبوه بتروح تفطر فيه. فألف ألف مبروك عليك شادي وعلى الجميع، ينعاد عليكم وشكراً لكم على وقتكم وكل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. شكراً. انتهت حلقتنا لليوم واللي كانت جائزتها من نصيب أهل فلسطين. استنونا بكرة بحلقة جديدة، سؤال جديد وبالتأكيد رابح جديد.